كابتن سامي، فوز مهم واكيد خلاص المرحله الاخير من بطوله الدوري العام بيتطلب شغل كبير جدا. النهارده جيم قوي، بنحرز هدف وفي هدف كمان في الدقيقه الاخيره، حطينا في الاجواء. بتشوف النهارده المباراه دي، مباراه زي ما انت قلت صعبه جدا ومهمه جدا بالنسبه لنا، وخطوه يمكن من كذا ماتش قلت لك احنا عندنا خطوات بنسعى لها، الحمد لله خطوه مهمه جدا وقدرنا الحمد لله نحقق الهدف منها. اداء كويس وتركيز كويس ونتيجه كويسه، وطبعا انت عارف صعوبه المباراه خصوصا اللي هي في النهايات، مش في الدوري المصري بس، في كل الدوريات. يعني يمكن تشوف في الدوري الانجليزي المباراه صعبه جدا في اخر مباراه على ليفربول وعلى مانشستر سيتي، صعبه جدا. فهو ده اللي احنا بنقابله، وكمان خصوصا الملعب برضو بيساعد الفرق اللي هي تتكتل شويه، لكن الحمد لله حققنا المطلوب من الماتش، والحمد لله 3 نقاط مهمين جدا، واعتقد ناقص لنا 3 خطوات وان شاء الله نحقق ان شاء الله المطلوب باذن الله. الفرحه بتنتهي بعد الثواني الاخيره خلاص من المباراه، بيتم الاستعداد للفتره اللي جايه، وفتره مهمه جدا لان خلاص 3 مباريات اللي قادمين ان شاء الله يحسموا بطوله الدوري، لكن تحديدا مباراه الاسماعيلي كيف سيتم الاستعداد ليها؟ التأهيل النفسي اللعيبه، الدوافع كمان عاليه جدا في المرحله دي يا كابتن. زي ما انت قلت المباراه بتخلص بعد سفاره الحكم على طول. راجل دلوقتي احنا عندنا بكره اجازه، وبعد كده نبدا الاستعداد لمباراه الاسماعيلي. نتفرج عليهم كويس، ندرسهم كويس، ونشتغل عليهم كويس، ولكن في الاول والاخر برضو احنا زي ما قلت لك قبل كده، اللي احنا ان شاء الله نكون احنا اصحاب القرار، واحنا اللي نبقى مسيطرين على المباراه، واحنا اللي نفرض سيطرتنا ان شاء الله من الاول. شكرا. بنشكر اكيد.